مساء الخير لكل مشاهدينا في الوطن العربي، أهلا بكل متابعي بيت للكل من كل مكان. حلقة اليوم حنكون فيها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نتجول في المعرض ونعيش معكم ما بين القراءة والثقافة. معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بدأت فعالياته يوم 25 يناير وينتهي في فبراير، ولكن حلقة الليلة موجودة من استوديو. الحقيقة نعود إلى استوديو القاهرة مع أيضا الزملاء الأعزاء، واسمحوا لي أرحب بزميلتي العزيزة الأردنية من تلفزيون الأردن الزميلة ألكسندرا البوري. مظبوط ألكسندرا؟ مظبوط، منورانا. مظبوط شفكي، منورة بوجودكم. أنا الحقيقة سعيدة جدا إني راح أكون معكم اليوم بأول حلقة من برنامج بيت للكل. أولا فعليا زرتي مصر قبل كده؟ زرتي مصر كتير، يعني يمكن أول مرة أجي مصر شغل، بس يعني زرت كل المناطق في مصر، الأقصر وأسوان واسكندرية والجونة والغردقة، يعني كل مصر كده مصرية جدا. فأنا سعيدة جدا إن اليوم معاكم عم نقدم أكيد بيت للكل من أرض مصر، يعني إن شاء الله تكون حلقة جميلة جدا، وخاصة إن عم نتحدث عن معرض القاهرة الدولي، المعرض العريق اللي استمر لسنوات جدا عديدة واللي بيجمع العديد من الأدباء والكتاب، مش بس من أنحاء الدول العربية ولكنه من أنحاء العالم. يمكن السنة أيضا ضيف الشرف لهذا المعرض مملكة النرويج. فاليوم حديثنا ممتع، كله أدب وثقافة وجمال أكيد من خلال أكيد الفن اللي رح يقدمه المعرض. أكيد وممتع بصحبتك طبعا. أنا بقى سعيدة. شكرا. بكل الإعلاميات الفضليات اللي بيطلوا معنا. الحقيقة ألكسندرا أنا كمان عجبني الشعار بتاع المعرض، نصنع المعرفة ونصون الكلمة، وأعتقد هو إذا كان هو شعارا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بس أنا أعتقد أنه هو شعار لدولنا العربية، إحنا نصنع المعرفة كل الوقت من قراءتنا من لغتنا، ونصون أيضا لغتنا ونصون أيضا الكلمة طول الوقت. خليني أحكي لك قصة معرض الكتاب القاهرة الدولي الكتاب بدأ إمتى. التاريخ بيقول إن هو بدأ في الستينات 1969، كان وقتها الحقيقة وزير الثقافة وقتها كان ثروت عكاشة، والاحتفال كان وقتها يعني احتفال بالعيد الثقافي، وكلف وقتها الدكتورة سهير القلماوي بالإشراف على الدورة الأولى لمعرض الكتاب. فاحنا بنتكلم على معرض كتاب له تاريخ، له زمن، يعني يصنع فيها المعرفة بمختلف يعني الزوايا وبمختلف الدول. يعني ما وقف معرض الكتاب، استمر لمدة كتير طويلة، يمكن بس وقف بسبب كورونا، يمكن تأجل من صحيح. يناير ليوليو. فعم نحكي عن معرض فيه استمرارية طويلة على مدى سنوات طويلة، ودائما بنقول إحنا نقيم الأمور من خلال الاستمرارية. طول ما في استمرارية إذن هذا المعرض أكيد ناجح، ونتمنى له كل التوفيق. ومش بس نجاحه باستمراريته، أيضا في اليوم الأول عدد زوار المعرض بلغ 207,414 زائر، يعني عم نتحدث بعدد كتير كبير لأول أنا عايزة أقول لك حاجة، المعرض في التراث المصري ليه عادات وتقاليد، يعني البيت المصري لما يجي ميعاد معرض الكتاب لازم تلاقي البيت المصري يبقى فيه يوم مخصص للعائلة المصرية تروح تزور معرض الكتاب، وكتير جدا بيبقى عائلي، يعني تلاقي الأب والأم والأولاد أو الشباب، يعني إذن هو موجود في البيت المصري كعادات وما وتقاليد. أحلى العادة يعني، عشان كده الأعداد كتيرة جدا. أنا عايزة أقولك على بال ما ينتهي المعرض ممكن قوي تسمعي إن الرقم يكون من 2 ل 3 مليون، فتخيلي 2-3 مليون بيزوروا معرض، يعني دولة، يعني دولة بتروح صحيح. تزور معرض الكتاب صح. من داخل دولة كبيرة. والرائع فيه إنه هو أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأنه الكتب اللي موجودة هي تناسب جميع الأعمار صحيح. والفئات العمرية، يعني صحيح. يعني الأب بيلاقي كتاب يقرأه، الأم، الطفل، الشاب، المراهق، فهذا يعني كل الناس. لازم تروحي تزوري الجناح الأردني لأنه أكيد أنا لازم. أكيد. يعني أنا بشكل عام بحب معارض الكتب والكتب، وبحب أطلع عليه، فما بالك أيضا بمعرض القاهرة الدولي.